كده كده سامعيني يا جماعه؟ اشتغل اشتغل فيديو حالا، معلش انا اسف الانترنت يعني رديئه جدا النهارده. بس هوصل للحته اللي كنا عندها. سامعين الفيديو كويس يا جماعه؟ شايفينه كويس يا جماعه؟ شايفين الفيديو؟ لا، هو لسه على الباور، على السلايد بتاعت ال على السلايد. طب جولجي ابريتس. حاضر، من عليا حالا. طب كده شايفين كده الفيديو؟ اوكي اهو. اوكي زين. اوكي اوكي شغال. خدتوا بالكم ازاي طلعت انشط الفيسيكل؟ يعني البروتين اللي اتعمل ابتدى يطلع عشان يتنقل من الراف اي ار عشان يروح لاي حته عايزين نبعت ليها البروتين ده ان ذا فورم اوف فيسيكلز، بسميها شاتل فيسيكل. بص مره ثانيه كده البروتين اتحرك ازاي. الحتة دي مهمة قوي وهنتكلم عليها إن شاء الله بكرة، اللي هي جوه السيل. هل تعتقد أنه الميت أنه سيل زي الفاجوسايت الممبرين بتاعها يقدر يغير الشكل بتاعه؟ زي ما أخدت النيرف سيل ليها شكل مميز، هل الشكل ده الممبرين هو اللي مديله الشكل ده؟ لا، ده جوه السيل في حاجات بنسميها سايتوسكيلتون. سايتوسكيلتون هي اللي محافظة على الشيب بتاع السيل. يعني مثلا هطلع كده بره دي واوريك حاجه بسيطه قوي. انتوا كده شايفين البنت يا جماعه؟ انا طلعت بره الفيديو كده. طب انا حالا اكد عليه بس كده. لما يكون عندي مثلا سيل زي نيرف سيل، زي ما اخدتوا السنه اللي فاتت الموتور نيرف سيل، هل تعتقد الموتور نيرف سيل اللي هي كان السيل بادي بتاعها عامل الشكل ده، هل كان ممكن رف اي ار اند سموث اي ار اتاتشد تو ايتش اذر؟ بعضهم بيبقى اتاتشد تو ايتش اذر،
بعضهم بيبقى attached to each other. اوكي؟ وبعضهم بيبقى separate ومش كلهم متصلين بالنيوكليس، right؟ ده السؤال كان بتاع فريد. طب لما يكون عندي مثلا موتور نيرف سيل، اللي هي الموتور نيرف سيل اللي هي بالشكل ده، والموتور نيرف سيل هي عندها النيوكليس بتاعتها واخده الشيب ده، هل تعتقد ان الممبرين هو اللي قادر يديها الشيب ده؟ لا، ده جواها حاجات رفيعه بنسميها مايكرو تيبيولز ومايكرو فيلامنتس اللي هنتكلم عليها بكره ان شاء الله، هم اللي ماسكين اطراف السيل دي، هنا دي مع دي مع دي، شدينهم مع بعض عشان يديها سكيلتون، يديها شيب. لو اعتبرنا انه الممبرين ده عامل زي حته قماش، فلو انت هتديها شكل معين هتعمل منها بوكس مثلا او كده، لازم تكون عامل لها فريمز عشان يتحط عليها القماش ده. هو ده بالظبط السيتوسكيلتون اللي هتشوفوه دلوقتي في الفيديو ده. كلمه سيتوسكيلتون، مايكرو تيبيولز ومايكرو فيلامنتس، ده اللي احنا بنبص عليها وهنشوفها بكره بالتفصيل ان شاء الله. انا حالا اتاكد بس من الشير. تمام، ده كده عشان اديك بس تخيل الاورجانيلز اللي هنتكلم عليها، عشان تعرف كمان يعني ايه نقول انه فيسيكل بودد اوف من الرفي ار عشان تروح عند جولجي ابريتس. حالا هنبص مع بعض على باقي اللي احنا هنذاكره. الله يخليكم، هنذاكر اول باول علشان الحاجات ما تكترش علينا. احنا كده اتكلمنا على الرفي ار، اتكلمنا على السموث اي ار، اوكي يا جماعه، و اتكلمنا كمان على جولجي ابريتس، وخدت بالك جولجي بقدر اميزه ما بينه وما بين الاي ار بانهم بيبقوا سيبريتد بالشكل ده. حد كان بيسال على الرف اي ار والسموث اي ار، مش شرط الاقيهم متصلين بالنيوكليس، ممكن الاقيهم بعاد عن النيوكليس، الاقيهم قريبين من بعض but they are not connected. اوكي يا جماعه، they are attached but not connected. طب تعالوا نشوف كده جولجي ابريتس والفانكشن بتاعته اللي قلناها امبارح. لو انت عايز تعيد فيها اي حاجه من فضلك قول لي. ما تنساش كلمه جلايكو معناها كربوهيدرات، لما الرف اي ار تعمل بروتين توديه عند جولجي ابريتس يحط على البروتين كربوهيدرات ويعمل جلايكو بروتين. ممكن كمان يروح السموث اي ار تودي الليبيد، يروح هو واخد الليبيد وحاطط عليها بروتين ويعمل لايبو بروتين، او الليبيد يحط عليها كربوهيدرات ويعمل جلايكو ليبيد. لو جولجي ابريتس خد بروتين حوله الانزيم وعبى الانزيم ان فيسيكل، فيسيكل دي اسميها لايسوسوم اللي هنتكلم عليها دلوقتي. الفيسيكل لما يكون جواها انزيم اسميها لايسوسوم. جه منين الانزيم؟ رفي ار عملت بروتين اديته لجولجي ابريتس، جولجي ابريتس عمل موديفيكيشن للبروتين، فور اكزامبل اداله الشيب واكتف سايت حوله الانزيم. سو الرفي ار عملت بروتين اديته لجولجي ابريتس حوله
لإنزيم وابتدى يعبي الإنزيم في فيسيكل. If a vesicle containing enzyme أسميها لايسوسوم، أسميها لايسوسوم. أوكي؟ بيقدر جولجي أباريتس يعمل البوليساكرايدز بتاعة السيل وول بتاع البلانت سيل such as سيلولوز. أوكي؟ بص كده على جولجي أباريتس، ولو عايز تعيد أي حاجة من فضلك قول لي. كلمة جلايكو related to carbohydrates. اتكلمنا امبارح كمان على لايسوسوم، وقلنا لايسوسوم is a vesicle containing a digestive enzyme، وده اللي عمله جولجي أباريتس. ده السؤال اللي بيسألوه، بيقولوا ليه اللايسوسوم اللي هو شغلته ان هو containing enzyme هيعمل digestion، او هيعمل زي ما قلنا امبارح اوتوفاجي يتخلص من الديد اورجانيلز، او يعمل autolysis يتخلص من السيل بعد ما السيل ماتت. اللايسوسوم ده اللي هو vesicle containing digestive enzyme، السؤال بيقول لي ليه بيبقى rare in plant cells؟ ليه اللايسوسوم بيبقى rare in plant cells؟ ليه البلانت سيل ما عندهاش usually lysosome اللي هو فيه digestive enzyme؟ لان هي عندها large subvacuole، and the large subvacuole في البلانت سيل بتشتغل كانها lysosome. مرة تانية، لايسوسوم that containing digestive enzyme، ليه اللايسوسوم rare في البلانت سيلز؟ لأن البلانت سيلز عندها large subvacuole اللي فيها بيشتغل enzymes كما ولو كانت لايسوسوم. برضو امبارح اتكلمنا على الفانكشنز دول. كلمة digestion قلنا لو في فاجوسايت وبلعت بكتيريا محتاجة تدجست البكتيريا فتبعت لها لايسوسوم، اللي هو امبارح قلنا كده لو دي عبارة عن فاجوسايت والفاجوسايت بلعت بكتيريا واخدت البكتيريا دي جواها بالشكل ده، البكتيريا دي must be digested، والمواد اللي فيها تتحول من large لsmall soluble so that it can be used by the phagocyte. عشان كده البكتيريا دي هيطلع عليها لايسوسوم، واللايسوسوم هيعمل بريك داون، لايسوسوم هيعمل بريك داون او يعمل digestion. لايسوسوم قلنا كمان بيعمل اوتوفاجي، اوتوفاجي يعني لو اورجانيل مات ولتكن مثلا ميتوكوندريون ميت، السيل مش هتسيبه ميت، لكن الميتوكوندريون هتبعت له اللايسوسومز اللي تعمل له ديجستشن. وجنى بتسال على كلمه هيدروليتيك، هيدروليتيك، هيدروليتيك يعني تعمل هيدروليسيس، وهيدروليسيس يعني بريك داون. هنقول لكم السؤال بتاع جنى، وفي سؤال من فريده، هبعت لكم السؤالين. ادي السؤال بتاع جنى اهو. السؤال بتاع جانا بتقول هيدروليتيك انزيم يعني انزيم ذات اكتيفيتد وذ ووتر، لا هيدروليتيك تعمل هيدروليسيس، وفي الشابتر الجاي ناخد هيدروليسيس يعني بريك داون باي ووتر باي ادينج ووتر. هيدرو هيدروليسيس، هيدرو ووتر، لايسيس يعني بريك داون. سو ديجستشن لما بكسر بروتين لامينو اسيدز بقول ان البروتين از هيدروليزد انتو امينو اسيدز. اوكي، يبقى هيدروليسيس معناها بريك داون in presence of water. تاني breakdown in presence of water اي جنة يعني مش activated with water، ولكن hydrolytic enzymes يعني enzyme able ان هو يعمل breakdown او hydrolysis. hydrolysis يعني breakdown in presence of water، وده اللي هناخده في الشابتر اللي جاي. قلنا كمان سوري فريدة كان عندها سؤال بتقول، شكرا ليكي فريدة، كان عندها سؤال بتقول فريدة لايسوسوم زي فاجوسايت؟ لا، الفاجوسايت هي الوايت بلاد سيل اللي بتبلع. اوكي، الفاجوسايت هي فاكره الوايت بلاد سيل اللي بتبلع البكتيريا. الفاجوسايت اللي هي وايت بلاد سيل بلعت البكتيريا، بعد ما بلعت البكتيريا الفاجوسايت اللي هي السيل دي الوايت بلاد سيل دي عايزه تتغذى على البكتيريا، عايزه تتغذى على الماتيريالز في البكتيريا، يبقى لازم الماتيريالز في البكتيريا دي تتهضم البروتين اللي في البكتيريا يبقى امينو اسيدز عشان تقدر تستخدمه الفاجوسايت، البوليساكرايد تبقى مونوساكرايد عشان تستخدمها الفاجوسايت. عشان كده راح اللايسوسوم اللي جواه دايجستيف انزيم وكسر البكتيريا، حولها من لارج انسوليبل لسمول سوليبل مولكيولز سو ذات ذيس وايت بلاد سيل الفاجوسايت تقدر تستعمله. اوكي؟ طيب برضو سؤال تاني. ده سؤال برضو من فريدة بتقول طب ما اللايسوسوم بتنجلف بكتيريا؟ لا، اللايسوسوم مش انجلف بكتيريا، الفاجوسايت هي اللي بلعت البكتيريا. افكرك كده بسرعه، الفاجوسايت كانت هي الوايت بلاد سيل اللي كانت irregular in shape،
واللي كان عندها لوب دي نيوكليوس بالشكل ده، وناخدها ان شاء الله مره تانية في درس الاميونيتي ان شاء الله اللي هو تشابتر 11. دي الفاجوسايت وعندها لوب نيوكليوس. الفاجوسايت هي اللي بتبلع البكتيريا، لو قدامها بكتيريا بالشكل ده فالفاجوسايت بتلف حوالين البكتيريا، وادي البكتيريا اهي، الفاجوسايت هتلف اكتر لغايه لما البكتيريا دلوقتي بقت جوه الفاجوسايت. بعد ما البكتيريا بقت جوه الفاجوسايت، الفاجوسايت هتبعت لايسوسوم اللي هو عمله جولجي اباريتس بتاع الفاجوسايت عشان يعمل بريك داون للبكتيريا دي. اوكي، سو لايسوسوم مش انجلف، لايسوسوم عباره عن فيسيكل ساك ممبرين جواه دايجستيف انزايم، شغلته يعمل بريك داون او يعمل دايجستشن. وقلنا ان هو من ضمن الدايجستشن يعمل اوتوفاجي. اوتوفاجي يعني يتخلص من الديد ستراكشر، لو ميتوكوندريون مات اللايسوسوم هيعمل له بريك داون. قلنا اوتولايسيس معناها او اوتوليسيس معناها ان السيل بعد ما تموت الانزيمز اللي في اللايسوم هتعمل لها بريك داون. لكن قلنا كمان فانكشن ثانيه للايسوسوم، وقلنا ان هو release of enzyme. يعني مثلا لو افترضت ان انا عندي سيل، وامبارح متهيألي اتكلمنا على سيل، قلنا لو سيل في السليفري جلاند، والسيل في السليفري جلاند بتعمل الانزيم اميليز، ايه بقى اللي هيحصل بالظبط؟ النيوكليوس اهي، والرف اي ار اهي مثلا، معلش اي كلام كده، الرف اي ار اهي وعليها ريبوسوم، سوري ادي النيوكليوس وادي الرف اي ار. عندكم النهارده كمان براكتيكال، رف اي ار اهي وهنا عليها الريبوسوم، رايت الريبوسوم هيعمل بروتين، والريبوسوم على يعمل البروتين هيعبيه فيسيكل، والفيسيكل هيوديه عند جولجي ابريتس. اوكي، جولجي اهو مثلا، جولجي راح عمل البروتين ده موديفايد انتو انزيم، عباه في فيسيكل، الفيسيكل اللي فيها الانزيم دلوقتي اسمها لايسوسوم. يبقى مره ثانيه، رفي ار عملت بروتين، بعتت البروتين ان فيسيكل لجولجي ابريتس، جولجي ابريتس موديفاي البروتين حوله الانزيم، عبى الانزيم ان فيسيكل، فيسيكل كونتيننج انزيم يبقى اسمها لايسوسوم. ممكن اللايسوسوم ده يبتدي يروح ناحيه السيل ممبرين لغايه لما يوصل للسيل ممبرين ويتحد مع السيل ممبرين والانزيمز اللي جوه اللايسوسوم will be released. الانزيم اللي جوه اللايسوسوم will be released. لما اطرد حاجه بره السيل اسمي ده exocytosis. exo يعني outside وcyto يعني سيل. exocytosis يعني طردت بره السيل. لكن لو هدخل حاجه جوه السيل هسمي ده endocytosis. خدوا بالكم بس من الكلمتين دول، انا هستعملهم كتير قوي. يبقى exocytosis هطرد بره السيل، endocytosis ادخل جوه السيل. كده لما اقول انه الرف اي ار عملت بروتين بعتته الجولجي ابريتس موديفايت انتو انزيم عباب فيسيكل، يبقى الفيسيكل دي اسمها لايسوسوم. اللايسوم بيتحرك بيروح ناحيه السيل سيرفس ممبرين، الانزيمز اللي فيه will be released to the outside. عشان كده لو رجعنا على الفانكشن بتاعت اللايسوم يا ريت كده تبص عليهم، لو في اي حاجه مش واضحه من فضلك قول لي، لو في اي حاجه مش واضحه من فضلك قول لي. هاخد بس الريبوسوم وبعدين خلاص، وبكره ان شاء الله هنكمل التشابتر مع بعض. وبكره ان شاء الله نقدر نتفق لو نقدر ناخد كلاس زياده اكون كويس قوي. افتكر عشان تقدر تحل، عشان تقدر تراجع يعني الوقت ده، لانه الاسبوع اللي جاي العيد، وطبعا هيطير مننا الاسبوع كله، ويبقى كده دخلنا في شهر 8. معلش هتساعدوني، هنتعب شويه وهنبتدي نتحرك بسرعه. لما نتحرك بسرعه هيدينا كذا ادفانتج، نقدر نشرح بالهداوه قوي، وفي نفس الوقت نقدر نحل كتير، نقدر نراجع كتير. فارجوكم لو بكره ان شاء الله اتفقنا هيبقى كويس قوي ان احنا ناخد كلاس زياده نتفق عليه ان شاء الله بكره. نوره هاني بعت لنا سؤال، السؤال بتاع نوره بتقول هو الجولجي ابريتس ممكن يعمل موديفيكيشن للبروتين
لحاجة تانية غير إنزيم؟ آه طبعاً يعمل بروتين. هناخد بعد شوية إن في بروتين في السيل ميمبرين، بروتين زي الأنتي بودي اللي بتعمله الوايت بلاد سيل، بروتين ممكن يبقى هرمون زي في الأدرينال جلاند مثلاً، زي في الإنسولين جوه السيل بتاعة البنكرياس، آه يقدر يحول أنواع مختلفة من البروتين طبعاً. أوكي؟ أرجع على ده وهنتكلم بس على الريبوسوم. الريبوسوم ده أصغر أورجانيل ودايما بيسألوا على الريبوسوم. شكرا لك يا نورة. الريبوسوم دايما بيسألوا على السايز بتاعه، هو من 20 ل 22 نانومتر. It is the smallest organelle. It is the smallest organelle. عشان كده خد بالك من الكلمة دي، بيقولك إنه هو the last organelle sedimented in a centrifuge. يعني ايه الكلام ده؟ سنترفيوج ده جهاز الطرد المركزي، وجهاز الطرد المركزي او السنترفيوج هوريك كده الجهاز بتاع السنترفيوج، هوريه لك حالا. ده جهاز السنترفيوج، ده الجهاز الصغير بيسموه جهاز الطرد المركزي. الحاجه اللي عايز تعمل لها سنترفيوج، وسنترفيوج يعني تدورها بسرعه قوي لدرجه ان انت تفصل المكونات بتاعتها. فمثلا انا ممكن جوه التيوب دي احط سيلز، وانا عايز افصل الاورجانيلز بتاعت السيل، عايز افصل ميتوكوندريا عن الريبوزوم عن اللايسوسوم، بحطها في التيوب دي، بدخل التيوب دي في الجهاز بتاع السنترفيوج او بيسموه الطرد المركزي، هيدور بسرعه عاليه قوي. بعد ما ضرب بسرعه عاليه قوي، السيل ميمبرين بتتفرتك، مكونات السيل تطلع لبره واسيبها تبتدي تترسب. لما تبتدي تترسب بقى ايه اللي يحصل؟ هبص الاقي الحاجات الثقيله، يعني ادي التيوب اللي طلعتها من السنترفيوج، بعد ما دورت جهاز السنترفيوج بسرعه قوي، بعد ما دورت جهاز السنترفيوج بسرعه قوي والسيلز اتفرتكت خالص، وادي التيوب طلعتها وبقت كلها عامله زي ما يكون فلويد زي الوايت اوف روئك كده. اول ما اسيبها هيبتدي يحصل بيرسبتيشن. الاورجانيلز الثقيله هتنزل الاول زي النيوكليوس، وبعدين هينزل اورجانيل اورجانيل اورجانيل، والاقي كده بقت طبقات بقت طبقات. اخر حاجه هتنزل هي الريبوزوم، وكده بنقول ان الريبوزوم لانه اصغر اورجانيل هو ذا لاست اورجانيل تو بي سيديمنتد افتر سنترفيوج. بعد ما عملت سنترفيوج فصلت مكونات السيل، اوقف جهاز السنترفيوج، اطلع التيوب، اخر اورجانيل هينزل للبوتوم هيبقى هو الريبوزوم لانه هو اصغر اورجانيل. متكون من حاجتين، بروتين وار ان اي، متكون من تو سب يونتس، لارج وسمول سب يونت، بنرسمهم سيمبلي كده، لكن هم في الواقع شكلهم عامل كده وبيتداخلوا مع بعض بالشكل ده. متكون من قطعتين لارج وسمول سب يونت، اتفقنا ان هو اتعمل في النيوكليولس، اتعمل في النيوكليولس. اوكي، بنبص في السيتوبلازم ممكن الاقي ريبوزومز متجمعه مع بعض واسميها بولي ريبوزوم، اند تيرم بولي معناه ميني. ممكن الاقي ريبوزوم على الرف اي ار، ممكن الاقيه على النيوكلير انفلوب احيانا، ممكن الاقيه فري في السيتوبلازم، الاقيه في الميتوكوندريا وفي الكلوروبلاست. This is a ribosome. الريبوزوم شغلته الريبوزوم شغلته يعمل بروتين سينثيسيس. الريبوزوم شغلته يعمل بروتين سينثيسيس. لكن في نوعين من الريبوزومز، في نوع من الريبوزوم صغير بسميه 70S، ونوع كبير بسميه 80S. وكلمه اس يعني مش علينا الاسم ده، يونت اسمها سفيدبرج، اليونت اللي بقيس بيها البرسبتيشن السيديمنتيشن بعد السنترفيوج. المهم اللي علي اعرفه ان في نوعين من الريبوزوم، نوع صغير 70S وده بيبقى حوالي 18 نانومتر، وده بيبقى موجود في البكتيريا وفي الميتوكوندريا والكلوروبلاست، الا انه في الريبوزوم الكبير اللي هو 80S ده بيبقى من 20 ل 22 نانومتر، وده موجود في السيتوبلازم او على الرف اي ار او على النيوكليير انفلوب. وحكوا ده الريبوزوم، قطعتين لارج سب يونت وسمول سب يونت. الريبوزوم معمول من بروتين و ار ان اي. الريبوزوم شغلته يعمل البروتين such as enzymes. اوكي، لو حد يا جماعه عايز يسال على اي حاجه، احنا كده وصلنا لغايه ميتوكوندريا، ويبقى فاضل عندنا بعض الاورجانيلز، ونتكلم بعد كده الحاجات اللي جايه تبقى سريعه. هنتكلم على كومباريزون ما بين بروكاريوتيك سيل ويوكاريوتيك سيل، هنتكلم على الاستراكشر بتاع الفيروس زي اللي اخذته في الاوليفيل من غير ما يكون في ولا حاجه جديده. اوكي، لو اي تساؤل. طب في سؤالين جم، نورا بتسال، ليديا اللي بتسال.
ده السؤال بتاع ليديا. شيء بعد A وهنخلص. بتقول 70S and 80S made of two subunits. الاثنين معمولين من two subunits، الفرق بس في السايز، والاثنين بيعملوا بروتين، الفرق بس في السايز. شكرا لكم، اسيبكم علشان البراكتيكال. ارجو ان احنا نذاكر من الاول. انتوا معاكم الكلاسيفايد، مش هتقدر تحل دلوقتي، احنا بكره ان شاء الله نحل شويه مع بعض عشان اختار بعض الاسئله. لو خلصنا ان شاء الله بكره فيبقى كده ممكن تحل تشابتر 1 كله، عدد كبير من الاسئله. زي ما قلت لك انا عامل الكلاسيفايد اللي هو معاكم ده، ده لغايه 2012. بعد كده ده كاتب لك الانسرز فيه مشروحه قوي، بعد كده هديك لغايه 2017، وبعد كده مش هنديك كلاسيفايد 18 ولا 19 عشان نقدر نحلهم امتحانات كامله. اوكي، جود لك، ربنا يوفقك. لو حد عايز يسال اي حاجه يا جماعه قبل ما نمشي، لو حد عنده اي تساؤل بليز اسك. أشوفكم إن شاء الله بكرة على خير. هو الحقيقة المشتركين في الأسئلة بيبقوا قليلين قوي، أرجو إن احنا كلنا نكون مصحصحين. شكرا لكم، Goodbye.